واقفين كده قدام بعض المحلات والمطاعم كده، يخشوا يقول لك ايه، اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. عارفين ان انتوا الحاجات دي مش موجوده عندكم هنا صح؟ يقول لك اتفضل بس اتفضل. تمام. والله العظيم الدنيا في هذا الزمان الذنوب والمعاصي والمخالفات موقفه قدامها ناس بس بدون اجر، ده متطوع يعني، هو اجره خلاص في الاخر يعني النار. تمام. واقفه كده قدام الذنب يقول لك اتفضل يا باشا اتفضل. طب والله، طب كرسي، طب اتنين، طب عايز حد، طب نقصتها، طب ببلاش، طب تيجي. وساعات انت تبص كده تلاقي الفتنه ايه، والله يعني شكلها حلو، ساعات انت بس تقول ايه، ابص بس ابص بس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وانت ماشي كده في الدنيا تلاقي الفتن عمالة تعرض عليك، واحدة 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 واحدة، ومن اول ما انت صغير لحد ما تكبر، وكل سن له فتنه اللي محدش يعرفها غيره. وساعات انت كده تقول ايه، ده تلاقي في الناس اللي كبرت دي ما لا، في فوق، ده في فوق، ده هو عمال يشتغل ويكبر. تمام. عمال يعرض عليه يعرض عليه يعرض عليه لحد ما امتى؟ لحد ما يموت. والفتن بتعرض صور مختلفة، وربنا يصلح حالنا ويختم لنا بالصالحات. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. جيش كده واحدة تفوت كله جاي، وتيجي تعدي عليها كده اهو، وتلاقي اللي طالع لك يقول لك اتفضل مين؟ من الجنة والناس. يجي الشيطان يوسوس وتيجي الناس تعزم. فأي قلب أشربها ومش عملها، القلب ممكن، العمد ممكن يقترف الذنب على سبيل الخطأ، بس أحيانا بيعمل الذنب ويشرب القلب الذنب، يشربه يشرب يتشربها بالكامل، فيبقى بدل ما هو متلطخ بها من الخارج، ايه اللي يحصل؟ لا، دي موجودة جوه، مزروعة جوه. يقول فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. علامة، علامة كده، نكتة، نقطة، نجمة، أيا كان. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. القلب اللي هيشوف النكتة، اللي هيشوف الفتنة هيتعجبه، يوم عامل ايه ساعتها؟ في واحد هيعمل ايه؟ هيفتح بقه بقى، او مش هيفتح بقه عشان يشربها، ده هيفتح ايه؟ قلبه عشان يشربها، هيفتح صدره عشان يشربها، هيمد ايده ويعملها فيشربها، فتنكت النكتة السوداء. طيب والتاني؟ هنا موضع المجاهدة. أنكره، ايه ده؟ مش شرط يعملها كده، انما يبقى بقلبه بيقول ايه؟ لا. طب افرض حلوة برضو يقول لا، طب افرض محبوبة، يتكلف ان هو يقول لا. ولما يتكلف ان هو يقول لا، يعني ايه يتكلف؟ ها؟ يعني يخرج ايه؟ كلفة، صح؟ يعني يجاهد. زي ايه؟ وانا دلوقتي لما اطلع بيتنا بعد يوم من العمل، يوم ما يعني ما يعلم به الا ربنا، صعب جدا وشاق، وانا ماشي كده على رجلي وكعوب رجلي مش قادر بتصرخ، واول ما ادخل البيت اقعد بس كده على الكرسي ولا كنبه ولا سرير
الاقي الاذان بيقول ايه، الله اكبر الله اكبر. تيجي تقول ليه بس عم احمد ده وقت اذان، ده وقت اذان، ده هو وقت اذان؟ اه والله وقت اذان، يعني هو الراجل يعني ايه طالع يأذن في وقت مش وقت اذان؟ ما هو ده وقت اذان. السؤال بقى هتقعد ولا تنزل؟ دي ايه؟ فتنة.